السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في قناتي. اليوم حاليا موجود في بلوشستان في منطقة، خلونا نطلع فوق عشان أرويكم إياها بكل وضوح. هذا المكان، أنا وقفت السيارة هناك. راوم السيارة خليل، وقفت السيارة هناك عزبت نطلع هذه الطلعة وأرويكم القرية اللي اسمها نوشكي، لأن الثقل اللي يتحمل هو ورايح فيها تشوفونها. المساكين هذيل الله يكون في عونهم. المهم، وهذا ما شاء الله دراجتهم جالس يمرون يطلعون جالس يطلعون مستانسين. وهذه الجبال جمال البلوشستان مناظرها، وهذه المنطقه اللي جالس اشر عليها، تشوفون هذا الجبال تكملها سيده 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 يوديك لافغانستان، لان افغانستان لف حدود كامل من هنيك، حدود لين ايران، نصها يعني نصها لين ايران، يعني المنطقه اللي نحن فيها نقدر ندخل افغانستان منها، من حدود افغانستان ومن حدود ايران. ايران طبعا تكمل من هنا يبقى لك 5 إلى 6 ساعات. وانا اوريدي انا مصور لكم الشوارع بتشوفونها، والحين بنكمل وموقفين السياره هناك، بنروح بنشوف القريه، بنشوف جمالها. وهذا واللي وراء الكاميرا هذا صاحبي خليل، ملك خليل، وياي من كويته، من اصل الكويته، من هناك المنطقه، وياي وحب نكمل طريقنا قدام. وبشوف سبتنا في ناس ينتظروننا، والتصوير قدام بعد ممنوع لان على الاوضاع اللي فيها في بلوشستان. بنكمل الرحله قدام وبتشوفون ان شاء الله. معلومة أعطيكم إياها، تقدر تشوفون السيارة اللي جاي هلكس هذه هني، هذه قيمته تقريبا ما يقارن بدرهم إماراتي، يمكن توصل إلى 260,000 درهم، 260,000 درهم. بعد زاد إنه قبل كم من يوم شفت بالأخبار إنه رفعوا الأسعار، السيارات الضرائب رفعوها كم 12%، ما ادري 12% او 22%. وهذه الباص السفر اللي طالع من المنطقه لمنطقه ناس يسافرون فيها، تشوفونها قدامكم هذه. المهم، هذا جمال البلوشستان، وهذا جمال القريه اللي انا اللي تاريخي منها. هذا التاريخ ترى بالذات نحن قبيلتنا اللي يسمونها بلوش، يسمونها رخشاني، ونحن معروفين من هذه المنطقة. طبعا هذه لو تكلمون كتاريخ البلوش، يعني طبعا هذه ما كانت حق البلوشستان، كانت حق افغانستان، فالجو البلوش وحاربوا، وبالذات اللي كانت قبيلتنا حاربوا معاهم، وقفوا معاهم الوقفة، وش يسمونه الشيخ طبعا حق افغانستان اللي كان ماسك الايام قبل، طبعا ما كان في حدود، وهذا هو اللي اعطاهم هدية الارض هذه. وفي كم من قبائل، يعني مش قبيلتين، اللهم ان احنا من قبيلتين اللي مشايخين اللي تجي فيها، منها نحن من هني هذه المنطقه، وقدام تكمل قدام بتحصل القبائل الثانيه. فنتوكل ونشوف المنطقه. حياك.